اقعد. عجبك المكتب ده يا استاذ ادهم؟ عظيم يا فندم، والشقه كلها عظيمه. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، نور سعادتك. لا هو اللي منور. لا يا فندم، حاجه عظيمه. وانت يا استاذ شعبان طبعا مكتبك في الاوضه الثانيه. متشكرين يا سعاده بيه، ربنا ما يحرمناش من سعادتك. دي اكتر يا بيه؟ طبعا. ربنا يخليك لنا في حاجه النبي يا رب. وريني روحك على الكرسي. يا سلام، حاول على الكرسي. ايه ده؟ خرابي. اظن عمرك ما قعدت على مكتب زي ده يا شعبان. برجع بسعادة البيه. طبعا. كرسي بدون مسامير. طبعا طبعا. انفش انفش املى كرسي. طبعا يا صاحبي. جدا يعني. متشكرين يا فندم. هو في الواقع الشقة دي أنا كنت بستعملها مكتب علشان أباشر فيها شؤون العمارة وتصريف أعمالي الأخرى. أيوة يا فندم. وبعدين لقيت إني أتنزل لكم عنها علشان تكون مقر جديد للمشروع العظيم بنك القلق. ألف شكر يا منير بيه. بس أنا هحتفظ لنفسي بالأوضة دي لأن فيها تليفون. ده إذا سمحتوا. طبعا طبعا. العفو يا سعادة بيه، العفو. انما بقى تقدروا تستعملوا التليفون في اي وقت سواء كنت انا موجود او غير موجود زي ما يعجبك. سعاده البيه، الشقه شقتك والبيت بيتك. لا لا، الشقه شقتكم انتوا الاثنين والعقد ممضي باسمكم انتم الاثنين. انا هنا مجرد ضيف عابر سبيل. عابر؟ لا يا منير بيه، انت الكل في الكل. لا، انما قدام القانون وقدام الناس انتم اصحاب الشقه وانتم المسؤولين عنها. سعاده البيه، سعادتك مؤسس البنك. ده كلام بينا وبين بعضينا. والشركه اللي موجوده يا فندم. سعادتك اهم شريك هنا. اعلن، انما انا شريك ممول، يعني انا اقدم لكم كل الخدمات اللي تطلبوها بصفه اخويه. ربنا يخليك لينا، ربنا ما يحرمناش منك يا سعاده البيه. دلوقتي خش في الجد. ايوه. قبل كل شيء احب اعرف حاجه عن مواردكم المعيشيه. هل عندكم ايراد؟ دخل ثابت؟ الواقع اننا يعني فعلا احنا ما... مفهوم مفهوم مفهوم. يعني اذا انتم كان اعتمادكم على المشروع ده. بالظبط كده يا فندم. ايوه يا فندم. يبقى في الحاله دي لازم نرتب امور معيشتكم علشان تقدروا تبشروا اعمالكم وانتم بالكم رايق، خصوصا وان وجودكم هنا في الشقه يستدعي ظهوركم بمستوى معين لائق من حيث المظهر. متشكرين يا فندم. تمام يا فندم. ايه رايكم لو خصصت لكل واحد منكم 25 جنيه في الشهر؟ 25 جنيه في الشهر؟ ايه؟ قليل؟ نعمة من عند الله. لكن يا ترى المشروع ده ممكن يجيب ارباح تساوي ده مشروع مربح 100%. افرض انه ما جابش ارباح تذكر او جاب خساره. فلا الله ولا فعلك يا شيخ، ده كلام. شوفوا بقى، مساله الارباح والخسائر دي نركنها على جنب، ما نفكرش فيها ابدا الا في اخر السنه. كلام سليم، كله حكم، نسيبها لاخر السنه. طب واذا اتضح يعني ان سيادتك صرفت علينا اكتر من الدخل؟ مش هطالبكم برد مليم واحد. وسيادتك تتحمل كل الخساره ليه؟ ده موضوع يخصني انا. ما تشغلش نفسك بالامور دي يا استاذ ادهم، ارجوك. ايوه لكن يا سيدي ما تشغلش بالك، خليك متفائل، المشروع ناجح 100%. اسمع، سيب سعاده البيه يتصرف. ايوه يا سعاده البيه. بقى على المبلغ 25 جنيه لكل واحد منكم في الشهر. اتفقنا طبعا يا فندم. ده اتفاق مقبول جدا يا سعاده البيه. بس لا مؤاخذه يعني، في حاله الارباح الزايده عن المنصرف. قصدك الارباح الزايده بعد الفلوس اللي انا صرفتها عليكم. ده مثلا يعني. مثلا طبيعي، اذا البنك حقق ارباح ضروري هيكون لكم نصيب فيها. يعني لنا مرتب ثابت ونصيب في الارباح. بالظبط، ده إذا حقق أرباح بعد خصم المصاريف طبعا بما فيها مرتباتنا. طبعا طبعا طبعا. وأرجوكم عدم التفكير في الخسائر والأرباح دي، وأحب أفهمكم
إلى عدم المغالاة في تقدير الأجور أو مطالبة الزباين بأتعاب. أنا أفضل عدم إرهاق الزباين. يعني ما نطالبش الزبون بأي أتعاب؟ أنا أفضل تسيبه الزبون حر يدفع أو ما يدفعش. بالنسبة لأتعابنا وأتعابه؟ جميع الأتعاب على السواء. ما تهتموش كتير بالجانب المادي. غريبة بس كده يا فندم، المشروع هجيب خسارة 100%. أنا وحدي المتحمل لكل خسارة. طب إيه المصلحة يعني؟ المصلحة المعنوية. الجانب المعنوي هو ده الأهم. الجانب المعنوي؟ بالتأكيد. ترك الناس تتكلم، إتاحة الفرصة للزبون إنه يقول كل اللي في قلبه، يكشف عن بواطن نفسه، عن دواعي قلقه، هو ده المهم. ده كلام جميل، لكن يعني ايوه يعني ايه بقى اللي بعد كده؟ ولا حاجه. ده كل اللي عليكم تعملوه. لكن فكره البنك اننا نعالج الزبون والزبون يعالجنا، وفرق الاتعاب لمصلحتنا وهو مكسبنا. لا مؤاخذه، يعني زي البنوك تسلف وتستلف والفرق مكسبها. فكره بنك القلق قائمة على العلاج المتبادل. سيبونا من العلاج دلوقتي. لكن مجرد استخراج ما في بطن الزبون هو ده العلاج. ده كلام سليم. كلام جرس الباب، الزبائن هلت. شوف مين. يا فرج الله خير، اللهم اجعله خير يا رب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. اهلا وسهلا. مش ده مكتب مالتي يا عم؟ هنا يا فندم بنك القلق، نعالج ونتعالج وكله بالمجان. اتفضل يا فندم، اتفضل. بونجور يا رب. اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبتي، اهلا. اللهم صل على كامل النور. لازم كنتم عند الخياطه. فعلا كنا عند الخياطه في العماره وقلنا نمر عليك زي العاده. اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل. أنا غيرت الشقة لأنها مشغولة دلوقتي، اتنازلت عنها لحضراته. الأستاذ أدهم. أيوة. والأستاذ شعبان. شعبان. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. عندهم مشروع عظيم يمكن نبقى نتكلم فيه بعدين. مرفت بنت أخويا. أهلا، اتشرفنا يا فندم. أهلا. ميرسي. فاطمة هانم خالتها. اهلا وسهلا فندم. ميرسي. انا نورتم بنك القلق. انا سبق شفت ميرفت هانم وهي طفله صغيره عندها 4 سنين. شفتني وانا صغيره؟ ايوه فندم. شفت ميرفت هانم وهي صغيره؟ ده انت بختك من السما. وكنت بتعيطي عشان تركبي حصان البيه الوالد. الاستاذ ادهم من كفر عوانه، يبقى ابن الشيخ عبد الصمد. الشيخ عبد الصمد ابو حوايه؟ بالظبط كده يا هانم. لكن مش فاكره اني شفتك. طبعا لا يمكن سيادتك تفتكري، انت كنت صغيره واحنا انا كان عندي زي 14 سنه تقريبا، وكنا كلنا عيال البلد نبصلك من بعيد وانت راكبه الحصان. حتى حكايه الحصان دي ما افتكرهاش بقى. كان حصان ابيض وله بقع سودة على جبينه، وكانت الست هانم والدتك. والدتي؟ تعالي يا بنت، كفايه بقى اتاخرنا قوي، هنبقى نمر عليك في وقت تاني يا منير بيه. وهو كذلك. على العموم انا فهمت الغرض من الزياره مدام ميرفت كانت عند الخياطه، وانا هجهز لكم المطلوب. ميرسي. اتفضل. الله، يا سلام على الجمال يا ناس. بس اسكت، ما تفضحناش. الخياطه وحسابها حاجه تفلق. ميرفت هانم تستحق اعظم خياطه في الدنيا، هي اللي تزين الفستان. اللهم صل على كامل النور. اسكت يا شعبان اسكت. وانا مش من حي امدح الظرف واللطف والجمال. أوه. ان الله جميل يحب الجمال. مش وقته يا شعبان. لا بقى ده وقته نص، لان انا بتكلم بمناسبه كلام منير بيه وتعليقه على حساب الخياطه واستنكاره، وقوله ان ده شيء يطول شرحه. انا مش بستنكر حساب الخياطه، انا بقرر ملاحظه عامه. الخياطة والكوافير لهم قوانين نافذة دلوقتي في كل بلاد العالم شرق وغرب. هل في حد يقدر يخالف القوانين دي في أي بلد من بلاد العالم؟ صدقت يا منير بيه، حكومة عالمية. حكومة رعاياها النساء. لا
لازم تمشي كما الساعة وما على الرجل إلا الطاعة. ده صحيح فعلا. لو كان في مذهب سياسي واحد يقدر يكل نفوذ بالشكل ده على العالم كله. أنا على فكرة يا أستاذ أدهم ما تاخذنيش، أنا نسيت أسألك، أنا سمعت إنك كنت معتقل. متولي سعد هو اللي قال سيادتك؟ فعلا، لكن مجرد إشارة عابرة ما ذكرش التفصيلات. على كل حال الاعتقال ما كانش بسبب سرقة ولا نصب ولا خيانة أمانة ولا شيء يخدش الذمة والشرف والكرامة. مفهوم، مسائل سياسية طبعا. مجرد آراء؟ آراء سخيفة وحياتك يا سعادة البيه. أنا آرائي سخيفة يا شعبان؟ أنا قصدي إنها آراء مش خطيرة، ده عشان منير بيه ما ينزعجش. افهم يا أخي افهم. ومين قال إن أنا منزعج؟ بالعكس، أنا يهمني أعرف كل شيء على حقيقته. والله حقيقة الأمر إن أدهم راجل أمير وطيب وابن حلال، واعتقاله جه من باب السهو والغلط، وأفرجوا عنه فورا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، ده شيء يسرنا جدا. بس في سؤال أحب أسأله بدون إلحاح. اتفضل. ويا أستاذ أدهم ليك الحق إنك ترفض الإجابة عليه. اتفضل يا فندم اتفضل، أنا يهمني أجاوب على كل سؤال. إيه موقفك السياسي؟ موقفي السياسي؟ أنا في الواقع لسه ما حددتش موقفي السياسي. وهل ده ممكن؟ راجل زيك كان في المعتقل بسبب آراءه السياسية زي ما بتقول انت نفسك. فعلا بسبب آرائي. اذا لك موقف سياسي محدد. مش ضروري. من غير لف ولا دوران يا استاذ ادهم خلينا نتكلم بصراحة. اتفضل يا فندم. هل انت مع النظام؟ وسيادتك؟ انا طبعا مع النظام. وانا كذلك. بس صديقك متولي سعد قال لي انك يساري متطرف. وده شيء يخوف سيادتك؟ لا ابدا بالعكس، انا سيان عندي. أمال لزومه إيه بقى التحري عن موقفي السياسي؟ ده لمجرد العلم بالشيء. ما دمنا هنشتغل مع بعض لازم كل واحد فينا يعرف موقف التاني. وهل إحنا تحرينا عن موقفك السياسي؟ أنا موقفي واضح جدا. وضح لنا أكتر إذا سمحت. أنا طبعا اشتراكي. اشتراكي برجوازي؟ بالظبط. ولا برجوازي اشتراكي؟ تمام. ولا يميني يساري اشت رأس مالي. بتقول ايه؟ اشت رأس مالي؟ ارجوكم هل التحريات والاوصاف والتعريفات دي لازمة لعملنا هنا؟ لها دخل بشغلنا؟ لا يا استاذ شعبان لا بالمرة. انا سابق وقلت لكم ان ده لمجرد العلم بالشيء ليس الا، بس علشان يبقى كل واحد مننا متبين موقف التاني واراءه وافكاره. واضحنا والحمد لله متفقين، أفكارنا واحدة وآرائنا واحدة وموقفنا واحد وكل شيء عالي والحمد لله. من جهتنا احنا اطمن يا منير بيه، اطمن قوي. أنا مطمن جدا، ومن نعم الله إن احنا ماشيين على سياسة إن كل شيء يمشي مع بعضه مادام الجميع مع الدولة، واحنا مع الدولة والحمد لله. أنا كمان عندي سؤال لو تسمح يا منير بيه. اتفضل. اشتراك سيادتك معانا في العمل ده، قصدي في بنك القلق، ويتحمل سيادتك كل المصروفات والنفقات دي بدون توقع او نظر لاي ربح، هل ده مثلا من قبيل الهواية او شغل الفراغ؟ لا ابدا ابدا، هي في الحقيقة مجرد رغبة في الخدمة العامة. الخدمة العامة؟ خدمة الانسانية. مش ده كان برضو الهدف الاول من المشروع؟ طبعا، بس يعني احنا كنا ننتظر من وراه شيء من المكسب، المكسب المشروع زي اي عمل او اي حرفة بتعايز صاحبها. من الناحية دي انا ولله الحمد مش محتاج للاحتراف. ايوه فندم. يعني سيادتك بتتبرع بمالك لمجرد الفكرة؟ الفكرة في الحقيقة عجبتني زي ما سبق وقلت لكم، الفكرة دخلت مزاجي وكل ما في سبيلها يهون. يا ادهم احنا مش سبق اتكلمنا في الموضوع ده؟ منير بيه حر في ماله والفكرة تستاهل. نحمد ربنا ان فكرة بنك القلق لقت راجل عظيمة تحمس لها. بتفتح الموضوع تاني ليه؟ علشان نكرر الشكر لمنير بيه. اقل منها يا اخي؟ الله، راجل يتحمس لفكرة ويتبرع بماله من اجلها ولا ينتظرش اي جزاء، لازم نشكره. من الناحية دي عندك حق. طبعا. منير بيه يستاهل كل ثناء وتقدير واحترام. استغفر الله استغفر الله.
اسيبكم بقى في امان الله لان عندي بعض اعمال تانية مستعجلة. ما هو بدري يا سعادة البيه. معلش يا دوب. مواعيد البنك من 4 لـ10 مساء. لان فترة الصبح الناس بتكون ملخومة في اشغالها. ده كلام سليم يا فندم. وزي ما اتفقنا كل واحد منكم له اوضة يستقبل فيها الزباين. كويس. المهم عندي انكم تسيبوا الزبون يفضفض باللي في قلبه. حاضر. يشتكي عن اسباب قلقه. يتكلم عن بواطن نفسه. مفهوم يا استاذ ادهم؟ مفهوم يا فندم. وكل واحد منكم له مرتب ثابت 25 جنيه في الشهر. ادي 50 جنيه مرتب شهر مقدما. متشكرين يا سعاده البيه. ربنا يخليك لنا ويديم المعروف. الف سلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متشكرين يا سعاده البيه. الف سلامه. واحنا الف سلامه. الف سلامه يا سعاده البيه. الف سلامه يا سعاده البيه. مع الف سلامه. ما تنساش من سعادتك. الف سلامه. سلامه يا سعاده البيه. الف سلامه يا بيه. كل شيء يدل على اننا نجحنا في مشروع بنك القلق. ايوه بس اللي محيرني بصراحه يا ادهم. ايوه. نير بيه ده متفائل اكتر مننا. وده محيرك في ايه؟ وتفاؤله يوصل لدرجة الجنون. تفاؤلنا احنا مجرد صرف كلام، انما تفاؤله هو بيتحول لصرف فلوس. وده يهمك ايه في الجنون ده؟ ده شيء من الافضل اننا ما نفكرش فيه. انا شخصيا ما بفكرش فيه خالص. مين عارف الافكار الكبيرة احيانا ما يحققهاش الا المجانين. انا دلوقتي بفكر في حاجة تانية خالص. حاجة تانية ايه؟ ميرفت وجمالها. جمال يلوح يجنن يهبل. جمال يدوخ بلاد بحالها. يا قلبي قلبي مش قادر يا ادهم. ارجع يا شعبان ارجع. انا مش مستعد اسمع هزيانك ده. سلام عليكم. فين؟ سلام عليكم. وتسيبني لوحدي هنا افكر في ميرفت لوحدي؟ اتجنن. تجيلي لوسه. خدني معاك ادهم. خدني معاك. سلام عليكم يا عم هريس. صلاح الله. ادهم استنى يا ادهم. بترجع لفين؟ ادهم استنى يا ادهم بترجع على فين؟ ما قلتليش. ايه رايك في ميرفت وجمالها؟ كفايه بقى يا شعبان. كسرت دماغي بكلامك عن ميرفت وجمال. ميرفت انا من ساعه ما شفتها وانا هتجنن هتجنن. قولي ازاي اوصل لها؟ لازم تفهم يا شعبان ان الوصول لميرفت امر مستحيل. لازم اوصل لها باي طريقه. هوصل لها وبكره تشوف. لازم. يا ساتر يا رب يا ساتر. يا ابويا خش قلنا لك مفيش ستات في الشقه. يا ساتر على مين؟ تعال تعال هنا حط هنا. انا عين حاضر. دي اخر حاجه يابا. ايوه يا سعاده البيه. طيب اتفضل. متشكر. الشكر لله يا سعاده البيه. ربنا يديهم معروف. ايوه خدمه. مع السلامه. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ادهم إيه؟ الشقه اتفرشت اخر حلاوه والفلوس طارت اخر حلاوه. المهيه اللي قبضناها من منير بيه عن الشهر كله مقدما السرسبت جنيه ورا جنيه. وهنرجع للفول والطعميه يا بلبل. الحمد لله اننا دفعنا الايجار المتاخر علينا. الحمد لله. وكل واحد بقى له سرير ومرتبه جديده. نوفي كل الفل. تعالى شوف اوضتي. تعالى شوف اوضتي. تعالى تعالى شوف اوضتي. شوف اوضتي. شوف اوضتي. صور. اخ يا لهوي. كويس انك انت سبت اوضتك اللي فوق السطوح وسكنت معايا هنا بصفه مستديمه. طبعا عشان نضمن المحافظه على مواعيد البنك. ايوه. وكل واحد فينا ينبه زميله ويشجعه. ده كلام سليم. انما صوره ميرفت مش عايزه تسيبني يا ادهم. هنرجع تاني لميرفت وسيره ميرفت. بحبها يا ادهم بحبها. يا راجل اعقل. ما توديناش في ده يا ارجوك. الكنز اللي اتفتح لنا عايز تسده بغباوتك وسوء تصرفاتك. مالك انت ومال ميرفت؟ لو كنت عايز تلعب يا اخي العب بعيد عن الشغل. مش قادر مش قادر. شعبان in love. احنا مش محتاجين للمكتب ده تاني مش كده؟ لا طبعا. مدام مقر العمل هناك في عمارة عاطف في وسط البلد على مكاتب فاخرة. احنا نشوف تاجر روبابيكيا يشتريه بأي تمن وياخد السرير القديم بتاعي والمرتبة كمان. عين العقل. انما قول لي. ايه؟ قول لي. هي ميرفت دي حرة ولا متجوزة؟ مش معقول تكون لسه بنت متجوزتش وهي جميلة وغنية بالشكل ده.
ضروري يكون متجوزها. مين جوزها؟ ها؟ فين هو؟ ها؟ ما ترد يا صاحبي، ما تعذبنيش. ملناش دعوة بالمسائل الشخصية دي، وأرجوك ما تكونش السبب في فشل مشروع بنك القلق. اسمع بس، بقول لك، قول لي يا ادم، مين فاطمة هانم خالتها دي؟ جد قوي ودبلانة، باين عليها عانس. انت مالك ومالها؟ انت هتتجوزها؟ انا مستعد، دي لها تأثير كبير قوي على ميرفت، هي اللي هتوصلني ليها. طب تسمح تسيبني استريح شوية، ميعاد البنك قرب. جننتني يا اخي. وبعدين معاك يا شعبان. روق بس، روق وخد لك سيجارة واحكي لي انا في عرضك. انت تعرف عيلتها من زمان، بتقول انك شفتها وهي عندها 4 سنين، مش كده؟ ايوه. يا بختك يا بختك يا ادهم، يا بختك. اظن كانت جميلة، مؤكد كانت جميلة. انا بصراحة شفت ستات امارات ياما، لكن جمال بالشكل ده عمري ما شفت. جمال رومانتيكي حزين. والدها مات في حادثة، مش كده برضو؟ حادثة فظيعة. الله يرحمه ويحسن إليه، ألف رحمة تنزل عليه، خلف لنا الجمال ده كله، الواحد لازم يترحم عليه. كنا بنشوفه وإحنا عيال في البلد وقت دراس القمح، وأنا صبي صغير فوق نورك. أيوة كده، احكي لي احكي لي، وخد نفس من السيجارة واشكرني. كان البيه الكبير الأنيق عادل بيه عاطف، عين أعيان المدرية، يتمشى في الجرن وهو لابس العباية الفخمة. كنت أشوفه وأنا صبي صغير راكب فوق النورج، هو وعيلته. كان أيامها عنده حوالي 40 سنة، وكانت مراته تمشي جنبه، وكان سنها حوالي 30 سنة، ووراها أختها الصغيرة فاطمة، عودها فارع وكلها شباب وحيوية. هي دي فاطمة هانم خالة ميرفت. شوف الزمن بيعمل ايه في الاجسام وفي الملامح. ومنير بيه عم ميرفت. منير بيه؟ ما افتكرش ان انا شفته قبل كده. كانت ارضه في نفس المنطقة بس على بعد كام كيلو. يعني ما كانش بيزور اخوه؟ يمكن، يمكن كانوا بيزوروا بعض في فترات انا ما كنتش بلاحظها وانا صبي صغير في السن ده. طب الهانم والدة ميرفت كانت غنية هي رخرة ضروري؟ لا بالعكس، الثروة كلها كانت ثروة عادل بيه عاطف وأسرة عاطف. ودي بقى كل اللي ويعمل معروف. سيبني استريح شوية قبل ميعاد الشغل أرجوك. بس المعلومات دي مش كفاية، أنا ما تهمنيش أي تفاصيل بعيد عن شخصية ميرفا. حبيبتي، حياتي، نور قلبي. آه يا ميرفا، I love ميرفت. انت اتلحست في عقلك يا جدع انت، ولا عايز تودينا في داهية؟ بحب، بحب يا ادهم، بحب. اه يا قلبي بتحب؟ اه، واموت في الحب وسرة الحب. اللي زيك الحب الحقيقي ما يوصلش اعماقه، ده مجرد نهم طارئ امام كل صنف جديد من اصناف النساء. يا دني الله يسامحك، انت برضو زي اخويا الكبير ورئيسي في العمل. طبعا. يلا يا اخويا يلا، الوقت أزف، ميعاد البنك قرب، ويا دوب المشوار من درب الطبالي إلى وسط البلد. الله يسامحك، ما خلتنيش أعرف أستريح. يلا.